ده احنا متشرفين بيك جدا واستمتعنا جدا بهذا الفيديو الشهير اللي تأثرنا بيه جدا، اللقطة العظيمة جدا، لحظة فوز الأرجنتين بكأس العالم وانفعالك العفوي في هذه اللقطة، لقطة لفت العالم كله. بلا شك انها كانت الصرخة المنتظرة من كل الأرجنتينيين خلال ال 36 عاما الأخيرة. في هذه المواقف وانت بتعلق على مباريات حاسمة، حاسمة لوطن، حاسمة لبلد، حاسمة لمنتخب كبير زي المنتخب الأرجنتيني، في مباراة راحت ورجعت كثيرا، تعاملت مع هذه المواجهة ازاي؟ كان قاسي جدا لأنه كان نهائي مليء بالعواطف، فأنا كالأرجنتين كانت تسيطر بطريقة كبيرة على المباراة، وفي توقيت ما تم التعادل، وبعد ذلك ضربات الجزاء أعتقد أن لها إحساس مختلف عن المباراة، وعندما كان مونتيل كان الشعب كلهم وراء هذا الفريق حتى يفوزوا بلقب بطل العالم.